تعال اقول لك ازاي تشرب بيبسي ببلاش في ايكيا. بعد ما تدخل ايكيا وتلعب وتاخد شاور وتجرب كل الكنب والسراير اللي هناك وتلعب مع صاحبك وتمسك مرايات المكان كلها مراية مراية وتتصور فيها، بعد كل ده بقى هتكون عطشان فهتروح مطعم ايكيا وهناك المشروب الغازي اللي هو البيبسي يعني ب19 جنيه. هتروح الكاشير وتقول له عايز كوباية بيبسي، هيديك كوباية فاضية ب19 جنيه. وهنا هنبدأ بقى اللعبة، هناخد الكوباية ونملاها على اخرها، ما نسيبش حتة في الكوباية فاضية، هنخلصها ونملاها مرتين، والمرتين هيجيبوا 4 مرات، والاربعة هيجيبوا 8، والتمانية هيجيبوا 16، والستاشر هيجيبوا 32، و32 هيجيبوا 64، و128. كده خلصنا، وانا سمعت هنا ان انت هنا لو خلصت البيبسي ممكن تروح تملاه لمده بقى 20 500 ألف مرة محدش هيكلمك، عشان سيب الفرصه دي. فتعالوا نروح نجرب هل فعلا ممكن اروح املاها تاني ولا لا. دي فكره فيديو ازاي تشرب بيبسي ببلاش يا زميلي، يقول لك انت خلاص روح املاها تاني. خلصت، يلا روح تاني، يلا يلا يا بطل. وطبعا لازم تستعين بصاحبك في الحاجات اللي زي دي. ناس طيبين قوي قوي يا محمد، ناس طيبين قوي 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 يا محمد، والله وعملوها الرجاله. هترتاح بقى شويه من شرب البيبسي وتروح تكتشف الاباجوره العصريه دي، ترجع تكمل شرب بيبسي تاني. كده يبقى انا قلت لك ازاي تشرب بيبسي ببلاش في ايكيا. ما تنساش بقى تعمل فولو وتتابعنا على الانستجرام، وروح اتفرج على الفيديو بتاع ازاي تاكل بيتزا ببلاش لان هينفعك جدا جدا. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.